ويقال إن مالكا أوصى الشافعي بثلاث، إحداهن علم العلماء، والثانية حكمة الحكماء، والثالثة طب الأطباء. قد تعجبون تقول كيف هذا يكون؟ الأولى أن يتعود أن يقول لا أدري، فهذا علم العلماء. الثانية إذا كنت في قوم فكن أصمتهم، فإذا أصابوا كنت معهم وإذا أخطأوا نجوت. نسأل الله أن يعيننا عليها، نحن نتعرض لبلاء الكلام. الثالثة إذا أكلت طعاما فرفع يدك عنه وأنت تشتهيه، أي لا تأكل كثيرا. فهذه الحكم ينبغي أن نستفيد منها. فمالك رحمه الله تعالى كان حكيماً.